فرح محطتنا الصباحية الأولى لليوم رح نناقش فيها مفهوم حساس وبتتلون في حياتنا اليومية من مختلف جوانبها، سواء الخاصة أو العامة أو حتى على صعيد العائلة والعمل. كيف تكون علاقتنا ناجحة سواء تدرس ضمن إطار عدد من العناوين مهارات النجاح في العلاقات والحدود الشخصية التي ترسم فيها وغيرها من الأمور الخاصة بالعمل والعلاقات الناجحة منشوف فيها ونتعرف فيها مع الاختصاصية الاجتماعية هنادي السلاخ. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير هنادي، أهلا وسهلا فيكي. أول شيء فعلا نحن كثير نتفائل لما تكوني موجودة معنا، حبيبتي شكرا. يعني كثير من أمور حياتنا وتفاصيلنا اليومية نتمنى أنك ترافقينا فيها. اليوم النجاح بالعلاقات على مختلف أنواعها، قد إيه هذا المهم؟ هذا الشيء كثير مهم وضروري. إمتى بنحكم على العلاقة أنها فعلا ناجحة؟ تمام، خلينا نحكي اول شيء بمفهوم العلاقات. شو يعني شو بنقصد بالعلاقات؟ العلاقه هو اي شيء مترابط مع شيء اخر، سواء كان هذا الارتباط الشخص مع نفسه، العلاقه داخليه، او العلاقه بتكون مع اشخاص، او العلاقه مع الاشياء. فنحن مرتبطين اليوم مع ذواتنا ومع الاشخاص وايضا مع الاشياء، واليوم صار في عنا ارتباط مع الأشياء المادية، هو يمكن صار أهم من الارتباط مع الأشخاص، مثل ما بنشوف اليوم الارتباط مع الموبايل. فصار هذا الشيء بنى علاقة جديدة بمفهوم التطور الحديث اللي احنا عم نعيش فيه. فخلينا نبلش بأول علاقة، هي علاقة الإنسان مع ذاته. شو بنقصد احنا بالعلاقة الناجحة؟ وقت يكون الإنسان علاقته مع ذاته ناجحة، هي أكيد علاقته حتنعكس للخارج. فكيف بيتعامل الإنسان مع أفكاره؟ هل أفكاره هي أفكار سوية أو فيها أفكار مرضية أو أفكار وسواسية؟ نعرف الأشخاص اللي عندهم الوساوس القهرية هم الأشخاص اللي هم مثلا بيركزوا على فكرة، بيركزوا على أفعال. فهذا الشخص أكيد حتكون علاقته مع الداخل مضطربة، وحينتقل هذا الشيء لعلاقته مع الآخرين. فهذا الإنسان نحن وقت نحكم على علاقاته الاجتماعية أو هو يعطينا تقييم عن نفسه، فهو بده يقول أنا كتير صعب أعمل علاقات مع المجتمع، أو رفقاتي بيتعرفوا علي لفترة وبيتركوني. فهون ليش نحن نرد العلاقة؟ لأنه علاقته مع ذاته هي مضطربة. ننتقل للنوع الآخر من العلاقات، هو علاقاتنا الاجتماعية اللي احنا بنعمل نكون علاقات مع الأصدقاء. هون بدي أعطيها تشبيه، هي العلاقة مع المجتمع مثل إشارة المرور، فهي عبارة عن ثلاث ألوان. أول شيء اللون الأخضر اللي هو اللي احنا بنكون فيه بأريحية، عم نتعامل مع أصدقائنا، مع المقربين إلنا. فمثل يعني واحد بيقول لك كرت أخضر إليك أنت تعاملي مع هذول الأشخاص. تمام. ننتقل للون الأورانج اللي هو بالإشارة المرور، اللي هو علاقات العمل، كيف نحن بنتعامل مع العلاقات المهنية مع زملاء العمل، مع المدير، مع الأشخاص اللي بتربطنا معهم حاجات هي مهنية. تمام. إلى أن ننتقل إلى الدائرة الأخيرة، واللون الأحمر هو العلاقات بشكل عام مع الأشخاص الغرباء. هون بده يكون في حواجز فينا، هون لحنا بدنا نكون عاملين حدود شخصية لنحمي مساحتنا الشخصية ونقدر نكون أكثر تواصل مع المجتمع. خلينا نتعرف هنادي على مهارات النجاح في العلاقات. أكيد دائما بكل حدا فينا بيصادف أشخاص بتسبب له علاقة سلبية، يعني بتسبب له المشاكل بحياته، في علاقات إيجابية. خلينا نعرف نحن هذا الشيء منك. أهم مهارات اللي احنا بنقول مهارات النجاح بالعلاقات، هنفصل بين مهارات العلاقة مع الشريك أو شخص لحنا من الجنس الآخر أو مع الأصدقاء. لكلا الحالتين اللي احنا دائما بنقول الاستماع اهم مهاره اللي احنا لنقدر نكسب الاخرين، انه نحن نسمعهم. فكتير حلو نحن وقت يكون عم نتعامل حتى مع الاصدقاء يحكي الصديق نحن نسمعه، ما يكون في مقاطعه ونقطع حديثه، لانه هو وقت يكون عم يبادلني الحديث هو عباره عن تبادل مشاعر. فانا وقت اعمل له تغذيه راجعه، انقل المشاعر واعكس هاي المشاعر واعطيها بنفس ما هو اعطاني، هون انا حكون اقدر اعمل رابط مع هذا الصديق. ايضا من مهارات النجاح العلاقات نحن بنقول الاحترام، الاحترام والاهتمام، الاحترام بالنسبه للاصدقاء والاهتمام بالنسبه للشريك. فالعلاقه بين الاصدقاء كثير مهمه يكون فيها نوع من انواع الاحترام. عفوا هنادي، بس هون خليني اوضح شغله، يمكن هو الاحترام اذا بتوافقين الراي هو مفروض على كل العلاقات لحتى نقول هي ممكن انها تكون ناجحه. صحيح، على كل العلاقات. هون نحن قلنا هي الاحترام بشكل عام. نعم. والاهتمام بشكل خاص بالنسبه للعلاقات العاطفيه. ليش الاهتمام؟ لانه الاهتمام هو في تلبيه للحاجات. انا وقت الشريك يشبع رغباتي وانا اشبع حاجاته بطريقه متعاكسه، هذا مطلوب من الشريك مو مطلوب من الصديق ابدا.
فهون كثير في هون علاقة دقيقة ما بين الاحترام ما بين الأصدقاء والاهتمام ما بين الشريك. بيصير أيام عنا حالات مرضية وتعلق بالأصدقاء في حال نحن طلبنا الاهتمام من الصديق. الصديق مو دوره هون هو يعطينا الاهتمام اللي احنا يغذي عنا العاطفة. هون كثير احنا لازم نكون واعيين لهي النقطة، نعرف شو بدنا من كل علاقة. في أهم شيء نحن وقت يجي شخص لعنا يقول أنا ما عندي علاقات اجتماعية، خاصة الأطفال بيعانوا منها أنه هو وقت يدخل للمدرسة ما عنده أصدقاء. فلحنا دائماً بنحاول نفهم هذا الشخص الصداقة ماذا تعني له، أي حاجة منه هي بتلبي. نحن بنعرف هرم الحاجات الإنسانية والاجتماعية عنا عدة حاجات. ممكن أشخاص تعني لهم العلاقات مع الآخرين هي نوع من الأمان، هو بيكتسب أمانه من الأشخاص الخارجين. ممكن هو تعطيه تقدير ذات. نحن بنلاحظ أيام خاصة اليوم مواقع التواصل أنه أنا عندي 5000 صديق 7000 صديق. طبعا هدول نحن ما بنسميهم أصدقاء، إنما هدول المعارف. الصديق هو الصديق القريب إلي، أما المعارف اللي هي الدائرة الأبعد شوي. يعني هنادي حكيتي عن نقطة كتير مهمة، إنه بعض الأشخاص للأسف يمكن بيلجأوا للوحدة أو بيكونوا انعزاليين شوي على اختلاف الأسباب، خاصة اليوم مثل ما حكينا بالبداية إنه في موبايلات، يعني هي لحالها سبب. بس اليوم كمان بيقولوا الجنة بلا الناس ما بتندث. هنادي شو سبب لجوء بعض الناس للعزلة؟ كيف ممكن يطلعوا يكسروا هذا الحاجز ينخرطوا بالمجتمع؟ مثل ما قلنا سوء العلاقة من الإنسان مع ذاته ومع الآخرين هي حتأدي له لهذا الشخص أنه يروح يتعلق بالأشياء وليس بالأشخاص ولا مع ذاته. فمنلاقي كثير نحن عنا نساء مثل ما نقول تتفشش بالسوق، فهي بتضوج بالبيت بتنزل هي بتبالغ بشراء الحاجات المادية من ملابس من أي شيء هو خارج عن نطاق روحها إذا بدنا نقول. فهذا الفراغ النفسي الفراغ العاطفي هو بيجعل الإنسان العزلة الداخلية اللي عايش فيها هو يعوض تعويض خارجي بالأشياء. فهون هدول الأشخاص اللي احنا بننصحهم دائما احنا بنقول اعمل دائما شيء جديد بحياتك. هذا الشيء الجديد شخص اللي ما عنده أصدقاء وخاصة هلأ مثلا انقطع عمر المدرسة أو الجامعة مكان تكون هاي الأصدقاء، دائما بنقول له اشترك بدورة، اشترك بأي شيء، نادي رياضي، أماكن فيها تجمعات لتقدر أنت هون تكسب الأصدقاء. وأهم شيء نحن لنقدر ننجح بعلاقاتنا نلاقي الاهتمامات المشتركة بيننا وبين الصديق. فالشخص اليوم اللي عم بيعاني من سوء تكوين علاقات أو ما عنده علاقات يبحث أول شيء هو شو بده من هالعلاقة ليلاقي الناس اللي هي تنطبق معه ويقدر يستمر بالعلاقة. كيف هنادي خلينا نحكي كمان انه قديش الغيره بتاثر في نجاح العلاقه، قديش كمان العكس انه تفرح لنجاحات رفقاتك لنجاحهم، قديش هذا الشيء بيوثق العلاقه بيصير احلى. خلينا نحكي عن هذا الشق من الموضوع انه كيف لازم نبتعد عن الغيره ونفرح بنجاحات الاخرين. هي الغيره طبع طبعا نحن بنكتسبه من معاملاتنا تعاملنا مع الاخرين. وطبعا الشخص الغيور هو في عنا غيره بوعي وغيره بلا وعي. حلوه الغيره وقت تكون هي من نوع التحفيز وليس من نوع التنافس. انا وقت غار للنجاح وبدي يصير مثل شخص. نحن دائما ننصح الاشخاص انه دائما يكون عندهم غيره ويكون عندهم نموذج للتقليد، انه انا بدي يصير مثل فلان ولكن بشخصيتي. فهون الغيره ايجابيه. اما الغيره السلبيه هي المدمره للعلاقات، طبعا هي هون بتكون نابعه عن سوء علاقه الشخص مع ذاته، فهي حتنعكس مثل ما قلنا بتصير مثل نوع من التفشيش الانسان. هو ما في عنده ثقه بالنفس. اكيد برايك اكيد هو من الداخل حيعكسه للخارج طبعا. فحيطلع هو بالمحيط اللي حواليه سواء كان بالاسره ان كان بين زوج وزوجه او بين ابناء او لينتقل لعلاقات العمل. نعم، يعني هنادي كنا نقرأ بالفترة الأخيرة أنه الصديق هو اللي أنت إلك معه أكثر من 7 سنين، شو في هذا الشيء مزبوط؟ أمتى الشخص فعلاً نقول عنه هذا صديق؟ في صداقات تستمر 20 و30 سنة وصداقات مدى الحياة. هون بصيروا الأصدقاء مثل شخص من العائلة، فتستمر العلاقة دائماً بين أي اثنين وتصير في عنا تفويت. التفويت يعني أنه أنا أفوت الأخطاء. كلنا أكيد بنخطأ مع أصدقائنا بنخطأ مع أي حدا. فوقت يقعد الشخص هو يفوت ويبرر للشخص اللي مقابله أنه هذا التصرف طلع عن محبة، أكيد هون بتستمر العلاقات وبتستمر. لأنه أكثر شيء بيدمر العلاقة هو الانتقاد، وهو أن يحطك بمشاعر التأنيب دائما أنه أنا أنت تأنبي حالك
مشان صديق أو ولا مشان عائلة. فأنا هون وقت تكون واعي جدا لمشاعري ومتصالحة مع حالي وعلاقتي الداخلية حتكون ناجحة، أكيد هذا حينعكس للخارج مع علاقتي مع أي شخص. تمام. كثير من الأشخاص بيفوتوا على حياتنا الشخصية بصير بيتمادوا بطريقة مزعجة، تمام، بيصير ما عاد عندهم حد انك انت تقدري توقفيهم. كيف فينا نحن نحط هاي الحدود الشخصيه للاشخاص المزعجين يعني على حياتنا؟ دائما الشخص هو مسؤول عن حدوده الشخصيه، في شيء اسمه المساحه الشخصيه، مثل وقت نحن نقعد بمكان فدائما بنترك بضعه مثلا سنتيمترات بيننا وبين الشخص الاخر اذا كان علاقه بعيده. هاي المسافه نحن اللي بنحميها، الشخص هو مسؤول عن حمايه شخصيته. مثل نحن وقت نقول الصديق بيفتح الشنتايه صديقه، وكثير في ناس بتقلك انا بستحي مثلا انه اقول له لا ما بيصير. هون واجب كل شخص هو يتعامل ضمن بدنا نقول مهاراته الشخصية. أنا فيني أمنع الأشخاص يتعدوا عن شخصيتي على حدودي الشخصية بطريقة لبقة، وفيني يكون فظ أنا أخسر العالم. طب في أشخاص عن جد يعني خلص بيقعدوا عندك مثلا ما بيقعدوا بدهم يروحوا مثلا في مثلا سر بقلب العائلة بدك تحكي بدهم يتدخلوا يعرفوا خصوصياتك، هدول الأشخاص كيف الواحد بيقدر يتعامل معهم هدول؟ مثل ما قلنا بنرجع هون لدرجة قرابتهم، يعني تزعلي تزعليهم، ما بتحبي انك تخجليهم وتزعليهم بنفس الوقت تعبانة بهذا الموضوع. مشاكل بتصير أيام معنا مع كبار السن بالعائلة، كبير السن هو الوحيد اللي بيحتاج لاحترام واهتمام، فهون بيتطلب منا شوية مرونة بالتعامل معهم. وهدول الأشخاص المزعجين بدي أقول شغلة، حسب درجة قرابتهم، يعني إذا كانوا أشخاص كتير مقربين فينا لحنا نأجل الحديث أو نأجل أي شيء لحنا ما بدنا نتعامل فيه. أما إذا كانوا من الدائرة الأبعد هون فينا لحنا دائما منقول العلاقات المؤذية لحنا دائما بنقطعها، أي علاقة لحنا بتسبب لنا مشاعر سلبية، استفزاز، تاخذ من طاقتك إنه أنت دائما لازم تبرري هيك ولأنه كذا، هدول العلاقات هي مدمرة، وجب على الشخص هو يحافظ على حاله ويقطع هاي العلاقة قطع بت. نعم. تمام. هنادي اليوم مع هذا التطور يلي عم نعيشه، اختلاف شوي العادات يلي ممكن أهلنا ربيوا عليها عم تفرض طريقة جديدة بالتعامل إن كان مع الأصدقاء إن كان بالمجال العاطفي كمان، شو بتحبي توجهي اليوم كلمة أو نقاط أساسية للتعامل تنصحي فيها حتى فعلا نمشي بالطريق السليم؟ نحن كلمة الجودة وقت نحكي على جودة المنتج هو عبارة جودة عن تراكم الخبرات اللي طلعت عنا مثلا هذا المنتج السليم واللي عطى المواصفات. نفس الشيء في شيء اسمه جودة للعلاقات، نحن بنختبر تجربتك تختلف عن تجربتي تختلف عن أي تجربة شخص آخر. نحن فينا نسمع من الكبار نأخذ الخلاصة، والإنسان بطبيعته بيحب يجرب ويكتشف، ولكن الفشل هو بيعلمنا النجاح. نحن ما نكرر الفشل، بالنهاية بعد تراكم هاي الخبرات والتجارب حيصير عنا في شيء اسمه جودة بالعلاقات. حتى نحن بنلاحظ اليوم علاقاتنا كانت بالسابق تختلف كثير عن اليوم. أكيد. اليوم نحن أكثر قدرة على إنهاء العلاقة، أكثر قدرة على الاستمرار مع الأشخاص اللي نحن صار في تواصل روحي بيننا وبينهم ونحافظ عليهم. طيب شو السبب برأيك أنه اختلفنا من زمان عن هلأ؟ هلأ مثل عن جد ما بيفرق أنه مع أي شخص مثلا نحكي مع واحد واثنين وثلاثة وخلال فترات متقاربة، يعني من زمان لا كان الوضع يعني غير، يعني هلأ شو السبب الاختلاف اللي عم بيصير بهالوقت؟ طبعا طبيعة الحياة اختلفت اليوم، اليوم صرنا لحنا أكثر قربا بسبب التطور اللي عايشين فيه. ممكن اليوم لحنا نقدر نتواصل مع الناس اللي صاروا هن مغتربين وبعاد بلحظات، نقدر ننقل حياتنا بسبب الكاميرات التكنولوجيا، صار في أكثر تواصل، ولكن صارت العلاقات أكثر رسمية لأنه اليوم الأشخاص ما عاد كتير عندهم وقت مثل زمان. فمنلاحظ زمان كان في صلة الرحم أكثر، الزيارات الأقارب أكثر، اليوم في منلاحظ شبابنا في نفور من الأهل واللجوء إلى الأصدقاء وللخارج. طبعا هون نحن بنرجع بنحكي للأهل أنه رجعوا قربوا أولادكم لكم، احضنوا عملوا الأسرة هي البيئة اللي الطفل ولا الشاب هو اللي بيرتاح إلها، ومن ثم ينتقل للأصدقاء، لأنه بالنهاية هي الأسرة اللي بتربي أكيد الأطفال وجماعة الأقران هن يعني حيعطونا النوع الثاني أو العلاقة الثالثة المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية بالنسبة لأي شخص. نعم. هنادي بتشوفي أنه اليوم قد لازم يكون فعلا بقمة الحذر عند اختيار إن كان شريك الحياة إن كان طبعاً. الصديق إن كان حتى شخص مجرد نقعد معه قعدة عادية بمكان عمل حتى. طبعاً.
شريك الحياة للتخطوط. في سبب، لأنه هون في صارت علاقة معقدة. إحنا كل ما زادت العلاقة بتعقيدها كل ما كان الانفكاك منها صعب. ليش نحن مثلا الصديق أنت ممكن مرة مرتين مرتحتي تتركي، ما في تواصل يصير مستمر تقدر تنهي هاي العلاقة، ولكن الشريك الأسرة هي علاقات معقدة. يعني مثل وقت قلت أنا بالبداية العلاقة هي عبارة عن ارتباط، كل ما زاد هذا الارتباط كل ما صار في صعوبة. فعندها اختيار الشريك يعني بشكل عام خاص، نحن بننصح دائما بالوضوح، الوضوح من بداية العلاقة، ما نفتعل الأشياء اللي نحن ما تكون عنا، تمام، نكون طبيعيين جدا بتصرفاتنا بتعاملنا لكلا الجنسين، يعني سواء للشاب ولا للصبية، انه كوني واضحة هي انا وهي انت. النقط اللي نحن ممكن نتفق عليها ونستمر، ولكن نقط الاختلاف لازم يصير في حل إلها، وحل يعني مؤكد. فلحنا دائما العلاقة بنقول هي علاقة تقبل وتقبل للآخر. تقبل الآخر يعني أنا أتقبل الاختلاف لأقدر استمر معه. تمام، خلينا نحكي عن التصنع بالعلاقة. العلاقة بس ما تكون بعيدة عن الطبيعية كلها تصنع، قديش هذا الشيء بيأثر سلبا سواء كانت علاقة شخصية، علاقة عمل، بكل شيء. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هو إذا منلاحظ التصنع هو وراثة بيئية. نلاحظ الأسرة اللي متصنعة هي بعاداتها وكل تصرفاتها هي بتعطيها وراثة بيئية لكل أفراد العائلة. أكيد هي التصنع هو، ليش بنقول التصنع؟ يعني صنع شيء هو غير موجود عنه، هو عبارة عن لنا سوء علاقة الإنسان مع داخله، فهو بيصير بيدعي أشياء هو لا يملكها، سواء كانت أشياء مادية أو قلنا مثل الشخص اللي عنده مثلا هو بيفتقر لتكوين العلاقة مع الأصدقاء، بيصير بيقول أنا عندي 20 صديق 30 صديق، رفقاتي دقوا لي وأنا ما بدي أطلع معهم، فهو بيصير بيعطي مبررات لحاله هي بالنهاية لتخفض القلق عنده. لأنه الإنسان اللي عم بيتصنع هو إنسان قلق، فهو بيعمل هدول الأشياء اللي بيدعيها على حاله لأنه هو بده يخفي القلق، ياخذ مثلا المودة الاجتماعية والاحترام من الآخرين. أكيد، لكن لازم الكل أصلا يبتعد عن التصنع، يتصرف بشكل كتير طبيعي، ما في أحلى من العفوية. أكيد طبعا. بتمنى لك التوفيق هنادي، شكرا لنصائحك. شكرا لك. شكرا، شكرا لك مرة تانية هنادي.